العالمي مع المباراة الافتتاحية، مباراة عليها تركيز كبير لأنها تعلن انطلاقة أكبر حدث على مستوى العالم، بطولة يتابعها عشاق كرة القدم وحتى غير المتابعين ربما لكرة القدم، بطولة يحلم فيها الجميع، الكل يبحث عن لقبها، الكل يبحث عن المشاركة فيها، الكل يريد أن يصل صوته إلى العالم من خلال هذه البطولة، ثم أن الكل يريد أن يحقق الفوز والنجاح والتاريخ في هذه البطولة. المشاهد هي التعادل السلبي، ننتظر ونتمنى ان يكون الاداء افضل، ان يكون الفريقان على قدر التوقعات ويقدمان اداء اجمل في الدقائق القادمه.
نتابع وإياكم المباراة بعد أن أصبحت النتيجة هدف مقابل لا شيء. بافر لم يكن تحت هذا الضغط. بافر كريم بنزيما وصلت إليه، يلعب كرة على اليسار. لوكادين في كرة خطيرة إلى الأمام. كونكو يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. كونكو كريم يسدد بنزيما. يتوقف اللعب في هذه الأثناء مع أيضا مع إجراء تغيير. كان يحاول الدوران لكن الدفاع هنا منع من مواصلة سعيه نحو خلق فرصة حقيقية على المرمى. بينية جميلة، كرة خطيرة إلى الأمام. وبابي لعبة في منتهى الروعة، هدف بكل سهولة يا محافظ المرمى. تغييرات عديدة الآن. النتيجة الآن هي هدفان مقابل لا شيء. كريم بنزيما يلعبها في المساحة. والبوبا كوندي، والآن تهدئة الأمور حتى تنتهي المباراة ويخرج منتصرا من الميدان. رافائيل فاران تروح الكرة للجهات الأخرى. رحيم ستيرلينج ممتاز في التمرير. كريم بنزيما الحكم يطلق الصافرة ليعلن نهاية المباراة.